كتبدا القصه مع واحد الصاد سميتو روكي كيتقدى الحوت من المرسى. هو راجع للدار داز حدا واحد كيبيع الورد، تما بدا كيتفكر مراتو روكشي اللي كان كيبغيها بزاف وعايشين بها خير، ولكن فين هي دابا وعلاش مبقاتش معاه؟ من بعد ونعرفو. دخل الاقامه اللي ساكن فيها، طلع المحل ديالو، هنا جات عنده بنت جارته نوامي باش تبيع عليه شي لعيبه. ضربات على الحوت في الميكا، قالت لي واش بارك الله داك الحوت، عطانيها شويه. دخلها صاحبنا للدار وحط لها تقصي معاه، وهما كياكلوا قالت لي باللي كاع الناس كيقولوا عليه رئيس عصابه، وامها كطلب منها ما تقربش ليه. سولها علاش كتجي عنده؟ قالت لي حيت عزيز عليها وكيتعامل معاها مزيان. فهاد اللحظه سمعوا انا ماي نوامي كتغوت عليها، نوامي تخبعت تحت الطبله، وصاحبنا خرج قال انا بلي ما كايناش، حيت الا لقاتها عنده غضربها. انا قبل ما تمشي تسلفات من عنده شي فلوس وعطاتو واحد الساك ضمانه. طاح الظلام، في الليل غنشوف انا كتضرب لي باري وبنتها مخبعه حيت ما كتبغيش تشوف ما في ديك الحاله. في الجهه الاخرى يكون روكي كيوجد باش ينعس حتى غيسمع الدقان في الباب. فتح القنوامي قالت لي بلي امها جا عندها شي واحد وبغات تبقى عنده حتى يمشي. صاحبنا كتبقى في هاد البنيه حيت مكرفصه في حياتها، داكشي علاش ديما كيتهلا فيها وكيعاملها مزيان. دخلها غطاها في بلاصتو وهو بقى جالس في الطبله حتى داه النعاس. النهار الاخر فاق ما لقاهاش، بدل حوايجو ومشى يزور القبر ديال مراتو. ملي كان راجع في العشيه بانوا ليه البوليس شادينها واحد المراه كتعايرها حيت سرقات الشكاره ديال ولدها. سولوها على باها، دارت لقاتو في جنبها نعتات فيه. هنا صاحبنا ضرب راسو ما كيعرفهاش وكمل الطريق. ملي كان داخل الحومه بالليل لقاها مسنيه، قالت لي مرضيتيش تقول بلي كتعرفني. من بعد بقات كتبكي ومشات. رجعت لدارهم مع الدخله لقات شي عصابه شادين امها وكيعذبوها، بقات واقفه ومصدومه. هنا جا واحد موراها وغمض لها عينيها. في نفس الوقت روكي وصل لدارو لقى القفل مهرس. خرج برا بانت لي واحد الطوموبيل خارجه من الحومه، بقى كيجري موراها. ملي ضرب على نوامي في الكوفر دار اكثر من جهده باش يشدهم، ولكن هما بالطوموبيل هو على رجليه قدروا يهربوا ليه. شكون هاد الناس؟ علاش خطفوا البنت وامها؟ اجي ندير واحد فلاش باك باش نعرفوا شو واقع. قبل شهر واحد الصاد سميتو فوتبول مشى يسلم شي سلعه في البار اللي كتشطح فيه انا، عطى الشنطه للسرباي ووصلها. دخل السرباي للفيستياري بدي حوايجو باش يتحرك، هنا جات انا موراه ضرباتو غيب وخدت ليه السكر كلاصي. فوتبول ملي سلم السلعه وكان خارج دوروه البوليس، ولكن كان صحيح وخلطهم. فهاد الوقيته جا ليه الشاب ديالهم ديليب ضربو بقرعه على الراس دوخو، من بعد جا فيه بواحد المسمنه غيبو. دخلوا يقلبوا على السرباي والسلعه لقاوهم بجوج غبروا، السلعه خداتها انا وصحيبها، اما السرباي خداو العصابه. عياو يسولوه فين مشات السلعه، ملي لقاوه مبقى عاقل حتى على وزه كملوا عليه بداك المضرب. مور هادشي غنشوفوا زعيم العصابه مانتو كيبربق في واحد القراع حيت ضيعوا السلعه. رد عليه القراع باللي غادي يلقاوها، قال ليه مانتو عندكم 3 ايام تجيبوها ولا ندغمرمكم بجوج. خرج القراع من تما، اتصل بخوه لاك عاود ليه لافير وقال ليه السرباي قبل ما يموت قال ليهم بلي شمت في الشخص اللي ضربوه ريحه المخدرات مخلطه بالعطر ديال الراقصات. رد عليه لاك بلي انا هي الوحيده في الراقصات اللي كتبوق، هنا عرفوها هي اللي دارت لهم القنار وقصدوا دارها. هكا غنكونوا رجعنا للقطه اللي وصل فيها روكي للدار لقى القفل المهرس. دفع الباب ودخل، تما بالي فوتبول مع واحد الشيواوا، حط عليه موس. هنا جبد روكي البزطام وكيبان ما باغيش صداع، بدا داك الشيواوا كيتبومبا عليه وقال لي واش كنبانوا لك السعايا. اجا فيني يكمل الهضره حتى طير ليه الموس من يده. هجم عليه فوتبول ولاك مسني في الطوموبيل غيسمع ديك تشا وغيكون روكي غيب فوتبول. اتصل شيواوا بلاك وقال له القضيه حامضه هنا. ديك الساعه لاك صيفط المساعد ديالو يتفاصل مع روكي، طلب منه روكي يعطيه الساك اللي رهنات عنده انا. رد عليه روكي بلي انا هي الوحيده اللي تقدر تاخده. فهاد اللحظه جر انا من شعرها وقال لي ها هي معايا. صاحبنا سمعها كتبكي هي وبنتها، ديك الساعه عطاهم الساك تيرا فوتبول قتلو. من بعد حط التليفون وخرج من تما، بقى روكي مسني يتلقوهم ولكن تعطلوا بزاف. ديك الساعه خرج كيجري لقاهم غاديين بالطوموبيل. ملي شاف البنت في الكوفر دار جهدو كامل باش يشدهم، ولكن هما بالطوموبيل هو على رجليه هربوا ليه. في الطريق بدا داك الشينوي والشيواوا كيعاودوا اللاك على روكي وكيقولوا ليه بلي خطير. رجع روكي للدار لقى التليفون اللي خلى الشينوي كيصوني، جاوب بغا يكون لاك. قال ليه الا بغيتي البنت وما يبقاو عايشين غدير هادشي اللي غنقول ليك. نهار الاخر نشوفو قاصد واحد الباركينغ، طلع في الطوموبيل تحرك لواحد الصال، تما عاود اتصل بيه لاك وقال ليه ياخذ شي سلعه من الفيستير. دخل صاحبنا السلعه، ملي خرج قال ليه لاك توصلها لواحد سميتو مانتو وعطاه العنوان. في الاخير طلب منه ملي قطع يرمي التليفون. سولو روكي على نوامي وامها، دار معاه يدوز ياخذهم من واحد المطعم سميتو ارينز. فتح صاحبنا داك الساك جبد واحد اللعبه رماها، خبع السلعه في جيبو وتحرك. من بعد مدة قصيرة وصل للمقر ديال مانتو، دخلوا الرجال ديالو، جلس معاه، فهاد اللحظة رمى ليه المخدرات، وقال لي فين هما؟ مانتو بقى كيشوف فيه وما فهم حتى وزة، فهاد اللحظة صونا التليفون، جاوب، لقى القرع. في نفس الوقت غوت واحد من الرجال ديالو وقال لي مكافحة المخدرات قاصديننا، هنا غنعرفوا بلي القرع نصب ليه، تسنى حتى وصل روكي مع السلعة واتصل بالبوليس باش يشدوه قيطي، بداو الرجال ديالو كيضربوا روكي وهو ناض باش يعلق، نفضوه مزيان، من بعد لاحوه من الفوق. صاحبنا هبط مسلم أمره وقال هادي التالية، ولكن من الزهر اللي عنده جا فوق واحد الشبكة وفلت، طل تحته
شفتو باللي مانتو هارب، جبد موس قطع الشبكه ونقز ليه فوق الطوموبيل. فهاد اللحظه وصلوا البوليس، مانتو طيح روكي وعلق، الرجال ديالو خرجوا وبداو كيتبادلوا التير مع البوليس. المهم غترون وسط هاد الشيء ركب روكي في الطوموبيل اللي جا فيها وتبع مانتو. مانتو وصل لبلاصه مسدوده، دار دوميتور وبقى راجع. هنا جابها مع روكي عبار، دخل فيه وعلق. الطوموبيل ديال روكي خسرات، ملي نزل باش يعاود يتبعو ضرب على الكوفر وبقى مصدوم. وصلوا عليه البوليس، هنا غنشوفوا انا مقتوله والجسم ديالها كامل مخيط، الشيء اللي كيعني باللي عذبوها وخذوا ليها الاعضاء قبل ما يقتلوها. البوليس اعتقلوا روكي، دخلوه للتحقيق. من بعد مشى ديال بوشي ضباط يبحثوا في دار انا. ملي سالوا من قصدوا الدار ديال روكي تما لقاو فوتبول عقدهم. نرجعوا للمقر ديال التحقيق، عياو الضباط يحقوا مع روكي، والو صاحبنا صارت لسانه. جابوا ليه قصي قبل ما يديه للحبس، هنا طلب يفكوا ليه يدو باش يقدر ياكل، ما حيدوا ليه المينوت شبكات. خلى دوك الضباط اللي في المكتب خدا واحد الكلي فيه معلومات على مانتو وخرج هذوك اللي برا. ترى ما كايناش تفعل الخرشف اللي وصل عنده كيدير ليه السكس السربله وكيدوز الاخر، نفضهم كاملين وخرج من تما في 4 دقائق. البوليس ملي شافوا هذا الشيء بداو كيتقاتلوا باش يوصلوا للسجلات ديالو قبل 2009، حيت قال المعلومات اللي قدروا يلقاو عليه مور هاد السنه. اخترقوا الموقع ديال المخابرات الامريكيه، وهنا غتكون الصدمة. صاحبنا طلع عميل سري في المخابرات وكان مرونها ضرب وجرح قبل 2009. دابا ملي عرفنا شكون هو روكي وشنو كان خدام، نمشيو عند مانتو لا يكون شدو القرع. القرع كان حاقد عليه بسبب داك المسمن اللي وكلو داك النهار، داكشي علاش معجلس حداه قال لي بلي غادي يحيد ليه الكلاوي وهو حي. في نفس الوقت روكي ملي خرج من المقر ديال البوليس مشى هز داك التليفون اللي كان كيهضر فيه مع لاك، ضرب على سميه المحل اللي تشرى منه وقصدو. مع الدخله مع السلام مع شبكات داكشي معاه معاه، بدا روكي كيخلط في كاع دوك اللي تما وما كاينه هاك الفقيره تمك. نفضهم كاملين، الشاف ديالهم نيش في روكي قبل ما ينوي تيري لقى موس ترشق حدا عنقو، بدا كيقفقف وبقات ليه غير البوله اللي ما دارهاش في حوايجو. ناض جبد واحد الكارطونه ديال التليفونات خدا منها المعلومات ديال الشخص اللي شراه من عنده، حطاهم ليه وقال ليه بلي كيبيع ويشري في الكلاوي. طاق لي صاحبك اللي باغي يبيع قول لي لقيت لك الشاري. خرج روكي من داك المحل دبر على واحد الساط، دار ما يعطيه واحد المبلغ في المقابل يتصل بلاك ويقول لي بلي محتاج الاعضاء. مورها قصد البواط اللي كيكون فيها لاك وهو طالع في لاسونسور غيطلع معاه القرع. صاحبنا ما قدرش يتعرف عليه حيت عمرو شافه، على عكس القرع اللي مع ضرب عليه عرفه. جبد التليفون اتصل بخوه وقال لي صحيبك جاي ليك. في نفس الوقت غيكون داك الساط اللي كلا روكي تلاقى الشيواوا في الطواليت وهما كيتفاهموا على العضو اللي باغي. جبد التليفون واتصل بروكي والشيواوا كيسولوا مع من كيهضر، سمعوا الدقان. ما فتح المساعد ديالو الباب كتسمع ديك قرو، طال الشيواوا بان ليه روكي، هنا شدته سريسره. جبد الحبيبه القصيره باش يراودو ولكن طاكاه، جرحو في يدو. من بعد الوالي يدو زرع ليه المميز في ظهره وسولو فين دارو نوامي. يلا قال ليه البلاصه اللي محبوسه فيها، دخل الشينوي وبقى كيتيري. طاكا روكي بالشيواوا وتخبع في الطواليت، بقى الشينوي كيتيري حتى سمع شي حد طاح، دفع الباب. هنا غنشوف واحد البنت مقتوله وغتكون هي اللي طاحت. جبدو روكي لعندو، جوج دقات طير ليه السلاح وبداو كيتبادلو الدق. ترماو برا، هنا جبد الشينوي الحبيبه من تحتو، كملوا ضربه فيا ضربه فيك، ولكن في هذه اللحظه هز روكي ضربو مع المرايا، عاودو بكروشي رماه في الطواليت وشير عليه بموس. الشينوي سد الباب طاكا الموس، من بعد هز الفردي وبدا كيتيري. دفع الباب وطلع يشوف وجات فيه شي قرطاسه، لقى غبر. خرج من الحمام تما ضرب عليها الشاقور ومخلط مع الناس. يلا بغى يمشي عنده، القرع شاف البوليس داخلين تما وقفوا. من بعد مر روكي التليفون وقال لي اتصل بيا. خرجوا من تما، خرج روكي كيجري وراهم ومره اخرى علقوا ليه. واحد كان في الباركينج مع شاف روكي مجروح وهالشاقور، سمح في الطوموبيل وعلق. ركب فيها روكي، يلا تحرك شويه اتصل به القرع. سولو روكي على نوامي، قال لي بلي مازال الاعضاء ديالها ما صالحينش للبيع ولكن عينيها خدامين، وفي حاله بغاه ما يقتلهاش خاصو يدخل في بلاصتو للحبس. روكي في هذه اللحظه سخط، قال لي وجد راسك انا جاي ليك. من بعد قطع، داز الفرماسيان تقدى الدواء ومسكينات وقصد الدار اللي كان ساكن فيها ومراته. بدا كيحيد القرطاسه وفي نفس الوقت كيتفكر نهار ماتت. كان دار السبيطار دير التحاليل، ملي سالاو سبقاتو الطوموبيل وهو بقى كيقاد شي وراق وهو خارج عندها فرحان. صونا التليفون، جاوب. هنا وجهه تبدل وما داش بزاف ديال الوقت حتى خرج كاميو في الطوموبيل عجل ليه مراته. موراها خرج ليه واحد تيره فيه، يلا بغى يفينيه. دخلوا البوليس في الوقت المناسب وعتقوه. نرجع للوقت الحالي، ملي حيد صاحبنا القرطاسه وارتاح قلب السجلات اللي سرق البوليس، خد المعلومات اللي بغى، ضرب سلاح تحته وتحرك للبلاصه اللي قال ليه الشيواوا. دخل لواحد المبنى مهجور وبقى طالع، سمع شي صداع في واحد الغرفه، طالبا وليه دراري صغار كيصنعوا المخدرات ولا جالس حداهم. زاد كمل داخل حتى خرج في الغرفه اللي كيحيدوا فيها الاعضاء، فتح الفريقو اللي فيها تما لقى الكادر ديال مانتو وكاع البياس تحيد منه. كمل الدور حتى تاكد بلي نوامي ما كايناش. ديك الساعه رجع تيره في واحد لاك خافو باي علق تيره في حتى هو الرجل. ايوا وشدوا ليك، هادي تنفع هادي الضر، شطب به الدنيا كامله. في الاخير طيحوا في الارض وبركلي على الماسك في وجهه.
في الجهه الاخرى يكون القرع كيقاد شي لعيبات حتى غيصوني التليفون. مع جواب قال له روكي عندك ساعه تجيب نوامي ولا ندغمر والديه. سولو القرع شكون بدا كيتيري فلاك بكرافوز وهو كيغوت. ملي تاكد باللي عرفوا حابس خوه قطع. سالا روكي التهديد ومبقاش محتاج لاك. داكشي علاش ربط واحد القنديل في ميكا الغبره، فتح الميكا وقطع التيود الغاز. مع خرج من تما الميكا خوات، القنديل طاح في الارض وكتسمع ديك بوم. في الجهه الاخرى الطبيب خدر نوامي غيبدا يحيد ليه العينين والشي الوحده حاض يلعك. من بعد مده مشى روكي للبلاصه اللي دار فيها مع القرع. وصلت تما على اساس ياخذ نوامي، ولكن معوقف قدام القرع رمى له بواط في عينيها. هبط صاحبنا للبواط وكان كيترعد، حيد الجاكيت ديالو غطاها، دار فيهم دوك الشوفات ديال دبرتو عليها. من بعد خرج الفردي وبدا كيباشر شي هز الشواقر شي هز الفريده، المهم غترون. بدا كيتبادل التير مع الشين ويطيحو، ولكن غيكون غير كيمثل عليه. ومعاسها ضربو الكتف طير ليه الفردي. صاحبنا داخل على القرعه كملها ليقا وبقى كيخلط فيهم. هذا خرجو كامل من صدرو، هذا فتح ليه يدو فحال شي نص ديال الطون، وهذا جا في حقه مقدا زرعها ليه في راسو. بدا واحد كيجري عنده بنطرقه، خواليه ركله للوجه تلفو، بغى يعاود يرجع زرع ليه موس في صدرو، وفي الاخير عاود جبدو ودوز عليه. من اللي بقى حداه طايح اكثر من نايت، والنايت كيقول او مون ديو. مشي هز القرعه اللي فيها العينين، ولكن شتها الشينوي بقرطاسه ونيش فيه. بدا روكي كيشوف فيه، تما رمى الفردي وجبد بنقشه. الله صاحبنا مريول ما فيهاش. بداو تصط تصط شلخني نشلخك. في الاخير شينوي زرع روكي واحد في كتفه، بقى مداق مع على الاخر. هنا صاحبنا جبد الموس بفمه ونحره. شينوي عقدهم والقرع هارب هو واحد من الحراس، لحق عليهم روكي قتل الحارس. اما القرع ركب في الطوموبيل وعلق. يلا تحرك شويه، ضرب له روكي الرويده، فقد السيطره على الطوموبيل وجابها مع حجره. وصل عند روكي، فهاد اللحظه القرع صلعته عرقات تيرا فيه، ولكن ما دخلاتش القرطاسه حيت الطوموبيل مضاد للرصاص. هنا القرع بدا كيضحك وقال لي كيفاش تقتلني دابا. طلع صاحبنا فوق الكابو، لصق الفردي مع الزاج وبدا كيتيري في نفس البلاصه بزاف ديال المرات. هكا الزاج تصدع، دخل الفم ديال الفردي، تيرا فيه قتلو. وباش يتاكد بلي مات ضرب الريزرفوار وكتسمع ديك بوم. روكي موقع هادشي اللي وقع ليه، ما بقاش باغي يعيش، حط سلاح على راسو يلا غينتحر. ضرب على نوامي جايه ووقف. نهار الاخر جاو البوليس، تما لقاو الطبيب اللي كيدير العمليات مقتول، وغنعرفوا بلي في الوقيته اللي بغى يدير العمليه للبنت قتلو الشينوي واعتقها. في الاخير قدر روكي يعتق البنت، وبطبيعه الحال ما غاديش يدخل الحبس حيت هو اصلا عامل في المخابرات وقتل غير عصابه. وصلوا البوليس هو البنت للحومه. وهنا نكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب، واهم حاجه بارطاجي مع اصحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. بيس.